فيما يتعلق بالملف نتاع المختطفين، كيفاش تشوفوا الحل نتاعو؟ يعني ترى هو انه هكا ما حبش تخليني نتكلم في التغيير ولا كانت تقول التغيير؟ لا لا لا، هذه النقطة الأخيرة، هذه النقطة الأخيرة نتاع المختطفين، من بعد نمر مباشرة للأحداث نتاع جانفي ونجيو للقضية نتاع التغيير. أو بديت نعي شوية شوف فيها باسم بحال. هكاك معايا؟ نعم. هذه القضية نتاع المفقودين والمفصولين والقتلى والمساجين، يعني سميناها احنا في ذاك الوقت لما كنا نتفاوض مع الحاج ومعه سميناها تركة الأزمة، يعني الضرر الذي لاحق بالشعب جراء هذه الأزمة. وقدمنا احنا قدمنا الطرح ديالنا والحل. فين نتكلم في جانب المفقودين هذا باش ما نطولش بزاف؟ جانب المفقودين احنا قلنا لهم هذاك النهار، هذا الكلام اللي نقول لك فيه راهو في تكلمناه في 94، تكلمناه في 95، تكلمناه في 96، وفي 97 تقدر تقول وصلنا باش تبان الحقيقة. لما وصلت 97 يعني واستعدوا هما ودرنا الهدنة وكذا، جات ساعة الحقيقة. طلبنا منه من الحاج باش تنصب لجنة تبحث في التكنات وفي السجون وفي الأماكن الدهاليز المظلمة عن الإحياء. وقبل أن يطلق سراحهم نضع الخطة التي تخفف من الصدمة والتي نستطيع من خلالها أن نجعل الشعب الجزائري رغم يعني قوة المحنة والألم والمأساة أن يتقبل وأن يتحمل وأن نحاول قدر الإمكان بكل الطرق لازمة أن نرضي الشعب الجزائري. مشت الأمور بصدق يعني بواحد الجد كبير. فوجئت بعد تحقيقات كبيرة يجي الحاج، لأن الحاج جاني بزاف أنا، كان يعني كانش في كل قضية يطلعنا نقشوها. جاء قال لي عمر راح نقول لك الحقيقة وما قدرش نقولها. قلت له واش يا الحاج ما تقوليش برك بلي المفقودين قتلوا جميع. قال لي خبطت أنا في راسي هكذا، قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. قول لي راكم اكثر من الجيه ملا، قول لي بلي هذا النظام راه اكثر من الجيه، جيه على الاقل سيد الربان، ناس خارجين القانون ما عندهم لا تنظيم ولا دوله ولا وضعف في التربيه، حتى يرتكبوا الامور الوحشيه ربما الناس من بعد يقدروا يلقاو لهم مخرج. قال جهال، قال بدوله بنظام بقوانين باجهزه بمؤسسات تسمح شير ديما باش تقتل ابناء الجزائر بهذه الطريقه، نصفهم كامل. هذا هو الحقيقه الشر. هذه من الكلام من عند اسماعيل العماري. عادي ما توخش روحك، ما توخش روحك. قال لي ما حوسنا حتى عينا، قال لي اللي كانوا راحوا، قال لي لو كان كانت الامور يعني مشات في 95 كنا نوصلوا بعدد لا باس به. قال لي لكن الغالب احنا في نفس الامور من يدنا، وعاد واحد ما يحكم في واحد، وجميع اللي حب يصف حساب صفاه. هو اللي قال لي هناك من خاف من المحاسبه ومن كذا، حتى دوك اللي درهم مستر باش لله. انا قاعد تخممت هكذاك، كان وقت تاع سكوت بيننا، ومن بعد قلت له هكذا ولا اكثر؟ قال لي نعم هكذا ولا اكثر. عمر قال لي خليني نقضوا ما تبقى. وانا ما حبيتش على كل حاجه، ديت القياده الكبيره فهمتها، وقلت لهم ما تخرجش الكلام هذا، خلينا نحاولوا مع الشعب بالعقل ان شاء الله حتى يفرج ربي. هادو هما المفقودين. ولما جات من بعد القضية بعد ما نزلوا كذا، احنا اقترحنا هاد كيفاش نقولوا التسوية على الأقل في جانبها المادي الاجتماعي، ومعليش نوخروا شوية التسوية السياسية والقضائية، لأن الأمور كانت الدولة ضعيفة وفقيرة والشعب مازال مشحوب ومجروح، وتعرف قضية مش سهلة يعني، الناس برك تتكلم وما تتكلم كلام غير مسؤول. هذا ما كان، كانت الأمور تخلعها طول ما فيها حتى. نعم. اقترحنا هذيك التسوية. ولكن على الأقل العائلات نتاعهم يعني يعرفوا على الأقل وين راهم مدفونين. خليني نكملك أخي، هذا راني نتكلم في موضوع خطر جدا، يعني حاول تفهم خير. نعم. حاول تفهم خير، ماهيش ندير في السياسة ولا ندير في الصحافة، نتكلم في في في
في تراجيديا خطيره جدا وفي في في مأساة. حاول تفهم مني يعني قدم في شهاده الان ما يندر في السياسه ما يندر في حاجه اخرى. نعم فهمني ماني ماني مانيش نتكلم بطريقه باش نغلب هذا على هذا الدور. يعني نتكلم في في ازمه ومأساة الشعب الجزائري المسكين. قلت لك حنا طرحنا هذاك الساعد الحل المادي الاجتماعي باش يخف شويه على العائلات لانهم كانوا يعيشوا هذا البعد وهذا القلق على اولادهم وعايشين ايضا الفقر والضياع. قلنا الجانب المادي تسويه الجانب المادي الاجتماعي يستر شويه يستر. صحيح هناك من بعض الاهالي المفقودين حالته الماديه مليحه ناضي يتكلموا ما يسحقوش وكذا معليش هو حر ما يسحقش هو حر، ولكن الاغلبيه كانت في حاجه ماسه جدا الى تلك الديه هذه. الحمد لله عطاو لهم 200 مليون وهذا قليل على كل حال كي نحبوا قد ما يمدوا قليل، ولكن كانت عمليه سدت بعض حاجيات العائلات والمراه اللي مع اولادها اللي كانت عطاو لها 200 مليون عطاو لها مهم منحه في الوقت هذاك عطاو لها 1600 كانت يعني مش حاجه كبيره بزاف ولكن كانت تستر كانت تستر. فلازم يفهموا الناس الحقيقه اللي يتكلموا عليها واحد ما سكت عليها واحد ما يتنازل عليها حتى ناس دخلوا في النظام، ولكن الفرق بيننا وبينهم ان هؤلاء على كل حال انا ما نتهمش الناس انا نتكلم عني واش نشوف في الجرايد وكل حاجه الافراد على بالي المجروح مجروح وعنده حق يهضر وصدق رسول الله دعوه فان لصاحب الحق ما قال واللي ما تبنوه واللي ما تخوه واللي ما تختوه يعيط ويندب كلش. ولكن نقول للناس اللي راهم يستغلوا من الاحزاب والمنظمات يستغلوا في المآسي تاع الناس هذو اكم غلطانين. اللي تحبوا تقدموا خدمه في سبيل الله حاولوا تتبعوا الاساليب الجيده الاساليب التي تلملم الجراح الاساليب التي تجمع الجزائريين الاساليب التي تساعدنا على الوصول الى هذه الحقيقه وليس الاساليب التي تفرقنا وتنمي الضغينه فيما بيننا وتحيي الاحقاد وتدفعنا مره اخرى للقتال مجددا. وانا واحد من الناس يعني نقول اي مجروح اي مظلوم من هذا الطرف او ذاك اي متضرر لن نسكت عن الحقيقه لن نسكت. واذا كانت تكون تهضر مره في الفال في الجريده احنا رانا نهضروها كل يوم المعنيين بالامر وحنا كنا كلمناهم في اول الامر قلنا لهم نحن الان نعيش في الجزائر هي في حاله مرضيه. معالجه هذه القضايا دفعه واحده سياسيا وقضائيا سوف يقتل الجزائر ما فيهاش لعب سوف يدفعها الى الموت، ولكن نتعاون على البر والتقوى ونتعاون في سبيل الله في مصلحه الوطن حتى تصبح الجزائر في حاله صحيه تسمح لها بان تباشر وتفتح جميع الملفات دون خوف على مصير الجزائر وشعب الجزائر ودين الجزائر. يومها نتكلم في كل شيء ولا بد كل مسؤول بال في الدولة ولا في الفيس ولا في الاياس ولا في الجية ولا في الباتريوت ولا في اي مكان ولا في الاحزاب لان عندهم مسؤولية كبيرة. نعم زين مستعد ما حبش نكثر بزاف الهبال برك. الاحزاب هادو كل اللي راهم يديروا اليوم ويتبراو ويتلاعبوا عندهم مسؤولية كبيرة. نتكلموا هذاك النهار نتكلموا وبالتي هي احسن وبالحق المبين وبالتعاون على البر والتقوى وبالاعترافات اعترافات الرجال نسوي الوضعية ويتم السماح بيناتنا، ولكن لابد تكون عقوبة ويكون خطا يندار واش مشكل ويتقدموا الناس بكل رجولة. نعم كان هذا كيفيد الجزائر نديروه حتى مشكل من اليوم يعني افضل للناس جميعا لان اللي ما تماس دروك ما قادرش نحيه ولا غالب عليه. نعم مازال تسوية الأمور القضائية وجودتها وكذا بالتأكيد راح تكون ما فيهاش لعب. نعم غدوة ولا غدوة راح تكون، ولكن اللي يهم اليوم هو مصير الجزائر، ومصير الجزائر مربوط بتسوية الخلاف السياسي الموجود بين الجزائريين. وهنا إذا كان مستعد نبدأ نتكلم عن التغيير خليني نبدأ.